على أنغام الطرب الحضرمي وبمشاركة فناني حضرموت افتتحت للمرة الأولى في مدينة سيئون بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بمشاركة أكثر من 20 ملاكما عربيا وأجنبيا وبحضور رسمي وشعبي كبير وسط قاعة بمعبد الرياضية. 4 لقاءات في اليوم الأول تنافس فيها 8 ملاكمين، حيث كان اللقاء الأول للحفاظ على بطولة لقب آسيا للهواة الذي جمع الملاكم اليمني حامد المطري ليتمكن من الفوز على نظيره الأردني مصطفى أبو سيام وأحرز لقب بطولة آسيا. كانت منافسة قوية مع اللاعب الأردني قوي، فإن شاء الله الأبطال الباقيين مبروك وأكرم اليمني حقه نتيجة كويسة وإن شاء الله نرفع رأسكم. شكرا. أما في اللقاء الثاني وحتى الرابع تغلب الملاكم التونسي نبيل محجوبي على نظيره اليوناني ماتسيكو بيبا جونيس، أما الملاكم البيلاروسي ماكسيام فقد تغلب على نظيره البرتغالي زاهي كريستيان إلى جانب تغلب الكاميروني الماريا منتيريو في اللقاء الأخير على نظيره الروسي زيكوسي. أنا من الكاميرون، مشارك في بطولة اليمن. اليمن بلد جميل، اليمنيون لطفاء وأنا أحب اليمن وحصلت على حزام البطولة في بلده. شكرا. أنا خديت السبت بتاع البطل العالمين. I love Yemen. حضرموت واليمنيت كم هيك. البطولة الأولى من نوعها في حضرموت شهدت تفاعلا جماهيريا واسعا تمثل في حضور كبير ملأ مدرجات قاعة بمعبد الرياضية، كما قدم رسالة واضحة تجسد رغبة المجتمع المحلي في تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية الغائبة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي قبل نحو 5 سنوات. حدد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون حضرموت.